بسم الله الرحمن الرحيم. سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم، معالي الوزيرة حصة بن حميد، أصحاب السعادة، أيها الحفل الكريم، أسعد الله صباحكم بكل خير. أتشرف بحضوري اليوم معكم للتحدث عن بعض الإنجازات التي حققتها وزارة تنمية المجتمع بما يتواكب مع رؤية حكومتنا الرشيدة التي تضع أصحاب الهمم من ضمن الاهتمامات الرئيسية، والعمل على توفير أفضل الخدمات والتسهيلات التي تمكنهم وتجعل حياتهم أكثر سعادة. إن قمة دبي العالمية لتسهيل سياحة أصحاب الهمم في دورتها الثانية ما كانت لتحقق هذا النجاح الكبير في التأكيد على حق أصحاب الهمم في السياحة المسيرة لولا الدعم الكبير الذي تحظى به من قبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم وفريق العمل والجهات الداعمة من أجل تحقيق أهدافها وضمان وتوفير البيئات الميسرة للجميع في المرافق والخدمات. لقد حرصت حكومة دولة الإمارات على إطلاق كود الإمارات للبيئة المؤهلة الذي يتضمن مجموعة من المعايير والاشتراطات اللازمة لضمان تسهيل وصول أصحاب الهمم إلى المباني والمرافق السياحية والثقافية والخدمات والمواصلات وغيرها بأقصى قدر من الاستقلالية، انطلاقاً من حقهم في التمتع والاستفادة من هذه التسهيلات والخدمات، وذلك أسوة ببقية أفراد المجتمع. وهو ما جعل وزارة تنمية المجتمع تسارع للتنسيق مع البلديات والجهات ذات العلاقة من أجل تنظيم التدريب اللازم للمعنيين لدعم تطبيق هذه المعايير في جميع المرافق والخدمات بما فيها الفنادق والحدائق العامة والأسواق وغيرها من الأماكن التي يشملها الكود والتي تساهم في دعم القطاع السياحي وانتعاشه. إن شريحة أصحاب الهمم تشكل ما يقارب 15% من سكان العالم حسب منظمة الصحة العالمية، لذلك فإن الاهتمام باحتياجات هذه الشريحة وتوفير مقومات السفر والإقامة والتنقل الآمن لها من شأنه يساهم في انتعاش القطاع السياحي، وهذا ما حرصت عليه قيادتنا الرشيدة وعملت بإصرار على جعل جميع مدن دولة الإمارات العربية المتحدة صديقة لأصحاب الهمم ومرحبة بهم. السيدات والسادة، قصص النجاح يجب أن تروى حتى تكون الفائدة أعم. نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي ظل جائحة كوفيد-19 التي واجهت العالم تعلمنا دروس كثيرة جعلتنا أكثر صبر وأكثر قوة، حيث كرسنا لأصحاب الهمم جزء كبير من اهتمامنا لتسريع التعايش مع ظروف الجائحة والعودة الآمنة للحياة الطبيعية. وقد أطلقت حكومتنا الرشيدة سياسة الاستجابة لتمكين أصحاب الهمم في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، والتي شكلت علامة فارقة لتعاون وتنسيق مختلف الجهات من أجل توفير أفضل رعاية لأصحاب الهمم وقت الأزمات وفي مختلف النواحي فيما فيها السياحية والثقافية والترفيهية. وقد لعبت الأدلة الإرشادية والبرامج التدريبية التي حرصت عليها وزارة تنمية المجتمع على تنظيمها دوراً رئيسياً في تسريع العودة الآمنة لأصحاب الهمم إلى حياتهم الطبيعية وإلى أعمالهم وإلى مراكزهم في مرحلة ما بعد كوفيد-19، واستشراف مستقبل أفضل لخدماتهم والتسهيلات المقدمة لهم. اليوم أصحاب الهمم في دولة الإمارات العربية المتحدة يعيشون ويمارسون حياتهم بكل ثقة، يتعلمون ويتأهلون ويتمتعون بحقوق الرعاية المطلقة، ويبدعون في صناعات وإنجازات إنتاجية نوعية أطلقتها ورعتها وزارة تنمية المجتمع، مثل مشروع مشاغل للتأهيل والتشغيل الدامج، ومشروع صناعة أساور أصحاب الهمم، ومشروع قلادة الذهبية، ومشروع الزراعة المائية. سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، منا لك كل الشكر والتقدير على دعمك لهذه القمة التي تؤسس لبناء مستقبل أفضل لأصحاب الهمم، والشكر موصول أيضاً للمنظمين والحاضرين معنا في هذه القمة العالمية. أمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح دائماً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.